السياسي نحن ندرك اليوم بأن المغرب هو الذي يسيطر على الكاف. في السابق كانت مصر، اليوم أصبحت المغرب. لماذا المغرب؟ رب سينقل يوم مقر الكاف من القاهرة إلى الرباط، سيتم ذلك عاجلا أم أجل. لذلك اليوم صناع القرار يريدوننا في الحضيض، ثم نأتي لنبكي على ما يصنعه قسامة وعلى المؤامرات والأيادي الخارجية وأنهم يكرهوننا وكل والسحور. وصلوا إلى غاية السيطرة على كما نقولوا حنا الكره الافريقيه، راهم دوكا في الهرم تاع الكره الافريقيه. الناس تخطط، حنا الناس نوصل وحنا ما نخطوش. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الاعلام الجزائري ما تسرطاتش ليه كيفاش المغرب ولا قوي داخل الكاف. قالك بان كانت سيطره مصريه، لكن المغرب دقدق لمصر ولا هو الكاف بعينه. وقالك المقر ديال الكاف غادي يحولوه من القاهره. وقالك بان المغرب توغلوا السياسه والدوله كامله خدمات في هذا المجال. وقالك هادشي راه كان عندهم استراتيجيه وكان مخطط ليه. الناس راه خدامين وكيخططوا، وحنا عراقدين وما غادين بلا تخطيط وبلا استراتيجيه وعصايقين الدوله. وراه هادشي علاش عندكم الطوابير، حيت عصايق البلاد. الكبرناش كاين استنزف الخيرات ديال البلاد، يلاه اسبانيا وفرنسا. علاش كاين شي دوله في هذا الوقت هذا ما كديرش استراتيجيه وما كديرش خطه اللي كتمشي عليها البلاد باش تنجح داخليا وخارجيا؟ الدوله الوحيده اللي غادي عامل فاتحه هما نتوما. لا هو غير في المجال الرياضي اللي نتوما ما غادين بلا استراتيجيه وبلا خطه، راه في جميع المجالات غادي غير هكاك. خصك تصور راسك علاش وليتو كتضربوا اللحم ديال الحمير واللحم ديال البغال، وليتو كتعطيوه صليه. حتى من الحليب ما كتشربوش الحليب اللي طبيعي، غير غبره وخلط مع الماء وعطيه للشعب يشرب. صراحه لو كان كنتو محللين ما غاديينش تلوموا المغرب لانه داير خطه وداير استراتيجيه، لان هذه راه حاجه اللي ولات عاديه وواضحه في جميع الدول. الناس كدير استراتيجيه، كدير اهداف ديالها، كنتعامل مع واحد الدوله بشروط. انا نعطيك مثلا هذه، انت تعطيني هذه، وغنتعاونوا في هذه. هذه الدوله هكا كتمشي. واش نتسناو من دوله الصغير فيها وصل 78 سنه؟ عادي، انسان صافي خاصو غير يسني الورقه باش يمشي للقبر. 78 سنه في باقي غادي. فنخليكم تضحكوا شويه مع الاعلام الجزائري. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اليوم لازم نعاودوا التركيبه تاع اعضاء الجمعيه العامه، لازم التركيبه هذيك تتعاود وبليجي، ونشوفوا الناس اللي نقدروا نقابلوا بهم، باسكو حنا اليوم التحديات واش عندنا. اذا تكلمنا على التحديات في الـ في الـ في الـ على المستوى الوطني، المستوى الوطني مهما تجيب، مهما يكون الانسان اللي راح تجيبه، لو كان ما تكونش اراده سياسيه كبيره وكبيره، راني نقول كبيره وكبيره وكبيره جدا، لتغيير ما يوجد حاليا في الكره المحليه. فهمت؟ لازم اراده سياسيه. اما فيما يخص التحديات اللي راهي تسنى فيها تسنى فينا فيما يخص الجانب اللي كيما نقولوا حنا باش نعاودوا نولوا اموى، الجانب الرياضي. هنا هذاك الجانب الرياضي، هذاك الكره الجزائريه. اليوم عندنا تحدي محلي وتحدي في الخارج. اليوم الجزائر غائبه غياب تام وشامل عن صناعه القرار في الكره الافريقيه. ما كاش حنا، ما كاش الجزائر، ما كاش. شوف بالك مع احتراماتي لكل البلدان الافريقيه، موريتانيا، جيبوتي، الناس كاع عندهم كلمه دوكا في لاكاف الا الجزائر. ورانا شفنا لي ريبيركيسيون، واش معناتها الخلفيات، واش 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 التاثيرات تاعها على الكره الجزائريه. شفنا انا قصامه جا ذبحنا وراه عادي جدا. انت يعني شف ما تشوفش باللي احد المترشحين يقدر انا بالنسبه لي ما يقدر. نعم، ساعود اليك. والله اعلم. لان هؤلاء اقتنعوا ان من يزن اليوم في المعادلة على الأقل هو المدرب جمال بالماضي. الذي لست هنا لأدافع عن أشخاص، ولكن من الخطأ أن نبني منظومة وفق أهواء مدرب وطني. لا يمكن أن نبني منظومة وفق نظرة ضيقة لنتائج المنتخب الجزائري وحب الجماهير للمدرب الوطني وليس للجزائر. هذا خطأ، لأن الحقيقة الثابتة اليوم وبعدما توجنا أكيد باللقب الإفريقي في 2019، ماذا حدث لنا بعد 3 سنوات؟ صناع القرار على مستوى الكاف اقتنعوا بأنه يجب التصدي لهذا المنتخب، أو المنتخب الجزائري يجب تحييده.
لأنه من المنتخبات الكبيرة. هذا من من الجانب الرياضي. من الجانب السياسي نحن ندرك اليوم بأن المغرب هو الذي يسيطر على الكاف. في السابق كانت مصر، اليوم أصبحت المغرب. لماذا المغرب؟ لأن المغرب اقتنع قبل سنوات بأنه خسر ربما المعترك السياسي في قضية الصحراء الغربية، عاد إلى المنظمة الإفريقية وقرر الدخول بقوة إلى الكاف من خلال عفوا التقرب من مصدر صناعة القرار، وأقصد بذلك المكتب التنفيذي، وثم التأثير على البلدان الإفريقية من خلال كرة القدم، الوصول إلى مصدر صناعة القرار في البلدان الإفريقية من خلال كرة القدم. وكيف وصلوا؟ وفق استراتيجية. سمعت في وقت سابق رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع سيد التريزوري تاع لوروا يقول لقد بلغنا النتائج التي خططنا لها منذ سنوات. يعني كان الأمر ممنهج ومبرمج بإرادة سياسية. الدولة كلها وقفت، بدأوا باش نحكوا لزافريكا بالعلاقات الاقتصادية والعلاقات الرياضية واللوبينج والتكتلات. أصبح اليوم المغرب يعني رقم مهم في المعادلة، إن لم يكن هو الكاف. إن لم يكن بدليل أنه طلب نقل رب سينقل يوم مقر الكاف من القاهرة إلى الرباط، سيتم ذلك عاجلا أم أجل. لذلك اليوم ونحن كإعلام نتكلم عن هذه الحقيقة، تغييب الإرادة السياسية اليوم. يعني الآن هذا بالنسبة للجانب المغربي هذا أمر إيجابي ليهم هما. يعني إحنا لو كان نقدر نكونوا هكذا مليح، إحنا وكأنه صناع القرار يريدوننا في الحضيض، ثم نأتي لنبكي على ما يصنعه قسامة وعلى المؤامرات والأيادي الخارجية وأنهم يكرهوننا وكل والسحور والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. اليوم الحقيقة أنا أقولها لكم كاين تحديين: الكرة المحلية والتواجد على مستوى الهيئات الكروية القارية والدولية حتى تصبح مؤثر. حتى تصبح مؤثر لا يمكن اليوم يكون شخص واحد حتى ولو كان متمرس وعنده حنكة أنه يصنع لنفسه مكانا وسط زعماء القارة السمراء يعني في الكاف دون الآلة الدبلوماسية، دون تدخل السلطة، ما قلت تدخل مباشر يعني دون دعم السلطة. دعم السلطة وتكون في دروت يعني تكون برنامج استراتيجية واضحة المعالم. هذا الفوق ما حبوش يفهموه ولا جو سيبا وشو صاري وكأنهم اسمح لي بك في نفس السياق باش نعطيك الكلمة وكمل فيها. كما قال لك كل شيء مبرمج عندهم، على احنا ما نقدرش نكونوا مبرمجين. كي كان يهضر رفيق تفكرت المعاهدات والاتفاقيات الثنائيه اللي دارتها وزاره الرياضه المغربيه مع اكثر من 23 بلد افريقي، داروا معاهم دي بروتوكول داكور يعاونوهم يمدوا لهم كذا. هاوني كيفاش قدروا هما خدموا المدى البعيد نو هاو كيفاش قدروا انهم وصلوا الى غايه السيطره على كيما نقولوا حنا الكره الافريقيه. راهم دوكا في الهرم تاع الكره الافريقيه، الناس تخطط. حنا الناس نوصلوا حنا ما نخطوش، بصح نزيدو نكسروا بعضانا. واش هو العيب؟ انه علاش قلت لك قبيلات راني فرحان، راني شفت باللي بين قوسين اراده شويه حبوا يفروا هذه تاع براقي ندي ميكات وحنا نستناو في الاستاد. وراه الاراده هذه، وراه الاراده اننا نتواجد في الـ 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 في, الـ في, الـ في الهيئات الكرويه القاريه. احنا الجزائر وما ادراك ما الجزائر، هذا مسحنا ديون تاع العديد من البلدان الافريقيه. هل استفدنا احنا من هذه العمليه كرويا ولا رياضيا ولا امر اخر؟ ما استفدناش. تفضل رفيق اسمح لي بالك يبقى اليوم قلت لك هذه الحقيقه المره. وما دام رانا نمشيو على نفس النهج، يعني قوى غير دستوريه هي التي تسيطر، قوى خارجيه هي التي تسيطر، أصحاب المصالح هم الذين يسيطرون، المستوى انحط. يعني في يعني ما كاش ديبا، كاين ناس تقول أي كلام وناس مستوى بمستوى منحط. ليماج دو لالجيري اللي صالي خلاص، يعني عيب اليوم، عيب اليوم تقول تكلم على اتحادية ولا على منظومة واليوم لي زاكتور برانسيبو ما كاشهم، من كبار الإعلاميين، كبار القانونيين، كبار المدربين، كبار المسيرين، ما كانش. والقانون اليوم دولة يعني على بالها الناس عفسة على القانون وماشية. العيب نحضروا، مش نتكلمش على الأشخاص بهذه الطريقة. يعني
وفيها لافا فيت هكذا يعني واحد يكون مع هذا البيرو بعد في بيرو واحد اخر والموندا بيع ما كاش البرنامج ما كاش نقول الي غا بريزون سينو ان موندا بروغرام داكسيون واحد ما عنده بروغرام تقدر دير بروغرام في 3 ايام سي ني با نورمال يعني الناس تحوس على الكرسي ومن بعد هذا نترجاو انه نكتسح القاره السمراء ويعني نوصلوا الى سده الحكم على مستوى الكاف ولا المكتب مجلس الفيفا سي سي صار لهم امبوسيبل الناس ديال التخطيط وحنا ما عندناش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.